إقبال كبير ومكثف تشهده شلالات كفريدا بولاية بجاية من قبل الزوار وعشاق السياحة الجبلية خلال هذه الأيام الصيفية. سموها فريدة، هي فعلا فريدة من نوعها وسافيان غو بليزير. أول مرة نجي لشلالات هنا، ربي يبارك، من ناحية التنظيم، من ناحية المناظر الله يبارك، حتى من ناحية الغاش. جو من الجزائر، جو من ليترا وزيدو في لاكاسكاد معروفة، كامل الناس تعرفها، سي ان سيت توريستيك برونومي انترناسيونال. هنا بشلالات كفريدة تختار العائلات والزوار أماكن تجولهم وسط تنوع المناظر واللوحات التي ترسمها الطبيعة الساحرة، بينما يفضل آخرون الاستجمام واكتشاف جمال المنطقة. مكان نظيف وظريف، وكاع اللي يجيو لعندو يرتاحوا كما يقولوا، يفرحوا، يروحوا من هنايا يحوسوا يعاودوا يوليوا لعندو. عندنا سياحة جبلية رائعة، وعندنا سياحة بحرية رائعة، وتشوف لأن الله يبارك ما شاء الله مليحة. مرحبا بكم في ولاية بجاية. شلالات كفريدة معلم سياحي بامتياز، إحدى الوجهات الفريدة من نوعها التي تستحق العناية اللازمة لتوفير المرافق والخدمات وضمان راحة عشاق الطبيعة.